هدفها كان البدء في العمل من أجل الثورة في الأرجنتين وأمريكا اللاتينية. اشتهرت في جميع أنحاء العالم تحت اسم تانيا كأول امرأة قاتلت إلى جانب جيفارا في بوليفيا عام 1966. أرجنتينية من أصول ألمانية، ثورية شيوعية وجاسوسة، لعبت دورا في الحكومة الكوبية بعد الثورة ومع مختلف الحركات الثورية في أمريكا اللاتينية. كانت الأقرب والأكثر ثقة للزعيم الثوري تشي جيفارا، حتى ظن الجميع أنها كانت عشيقته. قتلت في كمين أعدته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبتنفيذ من القوات البوليفية عام 1967.